سؤالا يراودني بما السماء تعلو فوق الأرض والبحور سؤالا يراودني لماذا 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 سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني هل تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة؟ بالطبع يا قرعون لماذا تضيء النجوم في السماء؟ سؤال يراودني لماذا تكثر الغيوم في الشتاء؟ سؤال يراودني يا قرعون لماذا البيض بيضوي؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني السماء في الماء ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني